العودة إلى حيث أتى صاروخ أرتمس الأمريكي العملاق، تم توضيبه وإعادته إلى مخازن ناسا بعد تأجيل إطلاقه 3 مرات. لكن سبب هذه المرة ليس متعلقا بأعطال تقنية في الصاروخ كما في المرتين السابقتين، وإنما أعصار إيان هو من منع انطلاق الصاروخ أرتمس. ليس هذا فحسب، فأعصار إيان دفع بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى إعادة الصاروخ إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كندي للفضاء، حيث سيكون آمنا من أعصار إيان في حال وصول العاصفة إلى اليابسة على ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.